هنا بالنسبة للسطح عندنا الدور الثالث والرابع والخامس كلهم موجودين على السطح. طبعا حافظنا ان احنا سطح الروف ديك اللي هو بالخلف تماما ما وضعناش عليه اي مكيفات على الاطلاق، ولكن كل الوحدات الخارجية هتكون في هذه المنطقة، وبيتم تركيب قواعد حديدية هنا في هذا الجزء ويتم تركيب عليها الوحدات الخارجية، ودي بتكون جيدة جدا في خدمة ما بعد البيع. ان احنا عندنا الدور الاول والثاني معروف ان الوحدات الخارجية بالجزء الخلفي من المبنى بيتم عمل سلم الخدمة لصيانة المكيفات فيما بعد بالنسبة للجزء الدور الاول والثاني. اما بالنسبة